مجموعة أعتقد يعني بالنسبة للأهلي في المتناول بشكل كبير، هو أكيد أكبر فرقة في المجموعة، بيلعب على البطولة، وبالتالي كل الناس هي اللي عاملة حسابه. يعني أعتقد فيدا كلوب هو ممكن يكون المنافس على القمة، على قمة المجموعة، لكن فرقتين تانيين يعني فرقة الجزائر طبعا، برضو في الجزائر دايما بتطلع لعيبة في فرقة كويسة، لكن أعتقد فيتا والأهلي هم الأقرب. يعني اتنين فاينل ورا بعض، اكيد الاهلي محتاج يكسب بطوله، تدعيماته كويسه في يناير، هنشوف طبعا بشار يناير، لكن يمكن اخيرا النهارده رمضان صبحي اكيد لعيب كويس جدا. زي ما بقول لك اعتقد الاهلي يعني هي الناس لما تشوف الاهلي معاه هي اللي بتخاف، مش هو اللي يعني مش هو اللي هيعمل حسابه في المجموعه دي او في الدور ده يعني، لكن كل شيء هو لازم تحترم المنافسين عشان توصل.